الجزائر اليوم. اشترك الآن. رغم تأكيد خبر وفاة عياش، تواصلت لليوم السابع على التوالي جهود العثور على جثته وانتشالها من طرف أعوان الحماية المدنية وعشرات المواطنين، لكن تجمع المياه الجوفية حان دون الوصول إلى مؤخرة الأنبوب الحديدي الذي يعتقد أن جثة الضحية تتواجد بداخله، حيث وجد أعوان الحماية المدنية أنفسهم كلما اقتربوا من الوصول إلى الأنبوب بواسطة عمليات حفر جديدة كلما زاد منسوب المياه ورفعت معها أكواما من الطين، وهو الأمر الذي عرقل الأشغال على مستوى الحفرة. وحسب مصادر محيطة بعملية البحث، فإن عناصر فرقة الحماية المدنية ولد اقترابهم من قاع الأنبوب، وأصبحت المسافة بينهم وبين الهدف مترا واحدا، تفاجأ الأعوان بهبوط مستوى الأنبوب ليتبين أنه غاص في الأوحال وهوى بحوالي مترين أو أكثر، وهو ما صعب من محاولة انتشاله رغم استعمال كل الطرق. حتى بعد الاستعانة برافعة كبيرة الحجم تم جلبها من إحدى الولايات المجاورة خصيصا للعملية،